وللعيد عند قدومه فرحة منقوصة، وجدير بالفرحة أن تأتي دون منغصات. فالوضع الاقتصادي المتردي والهرولة غير المسبوقة للعملة المحلية وغير ذلك يجعل المواطن في حضرموت قنوعا إن هو استطاع توفير المتطلبات الضرورية لأسرته براتبه معدوم القيمة. وإما احتياجات العيد من ملابس وأضاحي فوجودها وانعدامها في تقديره سيئاً. ولئن بدا ظاهراً الازدحام والاكتظاظ في الأسواق مع اقتراب العيد، إلا أن الغالبية العظمى اكتفت بما اشترته لعيد الفطر، فما اشترته بالأمس يصلح لليوم ارتداؤه. الإقبال الشرائي عند المواطنين ضعيف جداً، ويختلف اختلاف كلي عن كل عام. يعني هناك بعض الأشياء وبعض الملابس ازدادت، طبعا الزيادة غير معقولة. قد يكون مثلا هناك التاجر الكبير المورد الكبير زاد يعني كم دولار بس بالكرتون الواحد. تاجر الجملة الموجود عندنا مثلا في المحافظة أدى إلى زيادتها بشكل أكبر. احنا مقبلين على العيد وكل يوم السوق راجع إلى وراء، الأسعار مرتفعة. اليوم نشتري هذه ب90,000، هذه اشترينا ب90,000 بالصباح، الآن ب110، خلال 4 ساعات 20,000 زيادة. انعدام الرؤية الاقتصادية التي من المفترض أن تسير البلاد وفقا لها أورث حالة من التخبط لدى المواطن الذي غدا يواجه الأمواج المتعاظمة للأسعار بالمرونة تارة وبالسخط تارة أخرى. السنة الماضية كان أسعار مناسبة والمواطن يقدر يشتري اللي يبغاه، الآن المواطن ما يقدر، يعني من كل مكان بقى اتزرت عليه ما يقدر في يشتري أي حاجة. كان 60,000 و50,000 تجيب لك أشياء، تجيب لك ملابسك ملابس أولادك ملابس، لكن الآن دحين للأسف. أول كان الشيء يجيب حاجة شفت، والآن صرف ارتفع وبقى كلها ارتفعت، ولا عاد يقدر المواطن. الايجار غالي، صيد غالي، لحم غالي، كلها بقى المواطن ما قدر. ايام معدودات تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك، وهو مناسبة دينية ترتبط بالحج، احد اهم الشعائر الاسلامية. فبث السرور والفرح سمة واجبة وركن مفروض، فالعيد تتجلى فرحته ما دام المرء معافا في بدنه آمنا في وطنه. رغم الحالة المعيشية التي يصطلي بنارها المواطن، إلا أن العيد يفتح أبوابا للبهجة ويغلق أبواب الهموم. ففي الأصل هو عيد إضحى وليس عيد تضحية. معتز النقيب لقناة يمن شباب المكلا.